الكينيماتكس ماتريكس تعريفها is a two-dimensional matrix. والسبب انها two-dimensional في عندي origin وفي عندي destination. فعندي origin و destination. فال-two-dimensional matrix origin و destination matrix that contains the required time to travel between floors. ليش بستخدمها؟ ليش بتهمني؟ بتهمني بحساب الراوند تريب تايم. فالكينيماتكس ماتريكس نسميها مثلا كي اي ان فرضا. انت راح يكون عليها هون كل عدد طول من واحد الى ان، وراح يكون عليها من واحد الى ان. هذول طبعا اوريجن وهذول destination. لازم يكون الدياجونال كله زيرو. وهون هدول راح يكون فيهم مثلا هاي تي 2 ل 1 وهاي تي 1 ل 2. طبعا تي اي جي بدها تساوي تي جي اي في كل الحالات، وتي اي اي بتساوي تي جي جي بتساوي زيرو. لازم تكون هاي مساوي لزيرو. فعندي هون هذا الدياجونال كله زيرو. طريقه الحساب بعتمد على ارتفاع الطوابق. وراح نسمي هون عندي دي اف، اذا بدنا نفكر فيها كانها فيكتور دي اف على اساس انه هو ارتفاع الطوابق، ممكن اسميها دي اف 1 دي اف 2 دي اف 3 لحد دي اف ان. هلا الحقيقه انه دي اف ان ما بتهمني. دي اف ان از ايرليفنت. هلا بعرفش ايش يمكن احسن تعبير نحطها. ممكن نحطها مثلا نقول دي اف 1 دي اف 2 لحد دي اف ان ماينس 1، واعتبر انه هاي الدايمنشنز تبعتها 1 في ان ماينس 1، لانه هذا ايرليفنت دونت كير. فعندي لو عندي ان فلورز، كم عدد الجيرنيز الممكنه بينهم او عدد عدد الفلور هايتس؟ راح يكون ان ماينس 1. فهذه فيش فيها غير ان ماينس 1 لوجيكال اليمنتس. ناخذ هلا مثال على عماره. خلينا ناخذ مثلا لو عندي دي اف بتساوي، خلينا ناخذ مثال بسيط عشان نقدر نحله. فراح ناخذ 6، خلينا ناخذ ان بتساوي 6 من هون، وخليني اخذ ارتفاعهم مثلا ناخذ 5 4 ونص 4 ونص، بعدين راح اخذ 3 و3. الدايمنشنز واضح هاي تبعتها هي 6 طوابق above ground. بس انا عندي ارتفاع دي اف 1 دي اف 2 دي اف 3 دي اف 4 دي اف 5. اوكي مش عندي دي اف 6 irrelevant، حتى لو موجوده ما لهاش معنى. نعم بس بيهمني دي اف 0 ولا لا؟ انا مسميها واحد، انا مسميها واحد هون الترمينولوجي تبعتي. انا هون مستخدم الترمينولوجي تبعتي، بس هي واحد هي زيرو بمفهومك انت. يعني كاني هون اخذت انا عماره والاندكسنج تبعتها سميتها 1 2 3 4 5 6 ان، انا حطيت ان 6 مش هيك؟ شو نعمل بالحاله العامه اللي فيها ميكس ترافيك؟ هاي هون شوي كونفيوزنج. خلينا نفترض انه عندي هدول الست طوابق فكلهم 6. هلا لما نيجي نسميهم راح نسميهم جي وال1 ال2 ال3 ال4 وال5. فان اللي هون هلا اختلفت عن ان اللي هون، في شويه لخبطه صار هذا مزبوط. هي هذه واضحه، فاهمين هاي هون ايش اللي موجوده؟ هلا هون ان الى كل الطوابق بما فيهم الجراوند 1 2 3 4 5 6، بس احنا ان استعملناها لما كنا نحسب لها شو كنا نسميها؟ اباف جراوند. فلازم نحدد انه ان فلورز اباف مين انترنس وذ اي سنجل انترنس او ان فلورز توتال فلورز. لازم يبين من السؤال ايش المقصود بأن، لو بصير في لخبطه. اوكي لو قلنا انه مثلا ان اللي هي الرحله بين طابق لطابق، فعدد انز اللي هي قد ايه؟
قديش انا راح اقطع مسافه مثلا من طبق الاول ماشي. للثاني. فانت بتقول انه عددهم هم 1 2 3 4 5 يعني؟ عدد الرحل اللي هي من طابق لطابق. هي اللخبطه بتصير انه احنا احيانا نستعمل ان بهذا التعريف واحيانا نستعمل ان بهذا التعريف، وهل غلط من عندي؟ المفروض نحاول نوضح هاي. اوكي انا حطيت ان هون بشكل عام، بس هاي هي الجراوند هون. اوكي بدنا نحدد انه اي تعريف منهم هو الصحيح. تمام، ما هو عشان هيك لو كان اكثر من انترانس، عشان الحاله العامه اني اسمي واحد لان واحد لان الحاله الخاصه كان عندي سنجل انترانس اللي كنا نحلها بالاول ونسمي ان فوق. بس مزبوط اتس كونفيوزنج. عاده احنا من ميل اذا عندي 1 انترانس وفي فوقه ان فلورز نسمي ان بتساوي عدد الفلورز اللي ابف جراوند. بس لما اروح للحاله العامه لما يصير عندي مالتيبل انترانسز وميكس ترافيك ببطل في عندي 1 انترانس، خطر اني اضل احكي على ان، بدي احاول الاقي رقم ثاني او اسم ثاني. ممكن نسميهم 1 لام، شو رايك نسميهم 1 لام؟ يمكن بتحل المشكله. لو اسمي هاي هون 1 لام وهاي نسميها 1 لام، مش احسن هيك؟ وفيها بصير ام، لما بقول ام بصير هذا هو تعريف ام وهذا تعريف ان، هيك احسن. فبصير عندي هون هلا بدي اسمي هذه ام وهاي ام ماينس 1. اوكي هيك اوضح صارت. وهي ام باي ام ماتريكس، وام اللي هي التوتال نمبر اوف فلورز بما فيهم الانترنسز. اوكي طيب، اذا احنا هلا اخذنا